أوه يا لها من كعكة. هذه من أجلكم يا فتيات، من يرسمها بشكل أفضل سيحصل عليها. إنها رائعة. حان الوقت للبيض. ممتاز، والآن نحتاج إلى عجينة سوداء لرسم مخطط. وحان دور الآن طبقات الفراولة والتوت. لا، الشوكولاتة أفضل. انتهى الوقت، توقفوا. ماذا؟ انتهى بالفعل؟ حسناً، لدي فكرة. دعينا نضع الفطائر على طبق واحد، ما رأيك؟ حسناً، اتفقنا. والآن لدينا كعكة كاملة. يا بنات برافو، كلاكما رائعتان. رائع، مبروك وينزداي. جيد، تفضلوا الكعكة. شكراً لك. تبدو جميلة بالفعل. أيها الخفاش تعال إلى هنا. لذيذ. ولدي قلب وواحد قرن. يوم يوم يوم. إنه العمل الجماعي. حجرة ورقة مقص. أنا ربحت. حجرة ورقة مقص مرة أخرى. أوه، ما هذا؟ رائع. إنه بكأس الطائر، جائزتكم الجديدة. ستحصلون عليه إذا رسمته بشكل أفضل. لا تفكري حتى. سوف نرى. لنرى من هو الأجدر. لابد لي من الفوز. ماذا تقول يا شيء؟ هل إنيد أفضل مني؟ لا، هذا لن يعمل. أنا غاضبة جداً الآن. يا بنات توقفوا. لا، انظري إلى البيكاتشو خاصتي، ما رأيك؟ ممتاز يا إنيد. وينزداي أريني رسمك. هل أنت متأكدة تريدين رؤيته؟ تفضلي. أوه، هذا مرعب. الفائزة هي إنيد. هاي، لطالما حلمت ببيكاتشو. بالطبع، إنه لك يا عزيزتي. شكرا لك. دعنا نطير يا صديقي. لا، دعه يبتعد عني. أوه، خذي هذا، خذي. أنت الملامة. يا فتيات انظروا ماذا لدي. كم هو لطيف. ابدأوا الآن. ممتاز. رسمتي ستكون جميلة. إنها رائعة فعلا. لكنني انتهيت بالفعل. دعونا نرى ماذا لدى إنيد. ستكون حربائي هي الأجمل. إذن شيء، دعنا نغش قليلا. مرحبا إنيد، كيف حالك؟ مرحبا. هل أطفأت الموقد؟ ممتاز. إنيد انظري هناك. ماذا؟ انتهى الوقت. رائع، هذا هو الرسم الخاص بي. إذن إنيد ماذا لديك؟ الآن سأريك. أوبس، ماذا جرى؟ انتظروا دقيقة. لماذا لم تخبص فطائري؟ هذا غير جيد أبدا. فازت وينزداي أخيرا. لقد حصلت على الحرباء. هذا ممتاز. والآن إنها تتناسب تماما مع ستايلي، اللون المطلوب. هاي، جولة جديدة. هيا بنا نرسم هذا الفستان. والآن بدأ الوقت. واو، كم هو جميل. فستان رهيب، لن أرسمه. من الأفضل أن أقرأ. حسناً وينزداي، إذن ستكون رسمتي هي الأفضل. ماذا شيء؟ لا تطلب حتى. يبدو أن شيء سيفعل شيئاً ما. أتساءل ما هو؟ العجين الوردي هو ما أحتاج لمظهر أنيق. والآن أرني ماذا لديك يا إنيد. بكل سرور. ها هو. أنا لا أحبه. كيف؟ لماذا؟ لا أعرف. وماذا يوجد هناك؟
واو، شيء ممتاز، فازت وينزداي. ماذا؟ لا لا لا، لم أرسم ذلك، لا أريد. إنه لك، أمسكي. كم هذا مقرف، لا أستطيع تحمل هذا اللون الوردي. يا لها من بيتزا لذيذة، هذه مهمتكم الجديدة. رائحة رائعة. ابدأوا بالعمل يا فتيات. سهل جدا، أنا أحب البيتزا. سأرسم شريحة رائعة، طماطم، زيتون، وعجين، ولا أنسى الجبن بالطبع. بيتزتي جاهزة الآن، ها هي. وينزداي، ماذا تفعلي؟ أنا أفكر ماذا سأرسم. إذن سأرسم العجين أولا، ثم أرسم الخطوط العريضة، ها هي. هل هذا كل شيء؟ بالطبع لا، سأرسم كل المكونات بشكل منفصل. والآن كنت أنا أنتهي، دعوني أرى الآن. تفضلي. هذا ممتاز وينزداي، ها هي بيتزا فارغة. هذا غريب، أنت لقد فزتي. جميل. خيفي، أنت لم تفهمي، ها هي البيتزا خاصتي، هل رأيت هذا؟ واو. حسنا، إذا سأغير خياري. نعم. أنا أريد أيضا. أحب البيتزا، سوف أكلها الآن. شهية. وأنا أيضا لدي شريحة بيتزا شهية. وهكذا الجميع سعيد. واو، يا له من فستان جميل، سأشتريه الآن. يبدو أنه ليس لدي أموال. ليلي، مغفلة مثلك لا تحتاج لفساتين غالية، لكن لدي الكثير من المال، سوف أنفقه على هذا الفستان الرائع. ها هو، تفضلي. شكرا جزيلا لك. إلى اللقاء أيتها الحمقاء. أعذريني يا أنسة. ماذا؟ هذا لي، حفنة كاملة من المال. ليس بهذه السرعة، تعالي معي. هاي، سأصبح غنية. عن ماذا يتحدثون؟ لابد لي من معرفة ذلك. قفي، قبل أن تذهب وبعد من ذلك يجب أن ترتدي الأقنعة. حسناً، الآن لا يمكنني رؤية أي شيء. ميلا، كوني حذرة. حائط. حسناً، أين نحن؟ انظروا، بدأ العد التنازلي. وماذا يعني ذلك؟ هذا يعني أنني سأفوز في جميع المسابقات أيها الخاسرون. كل ما علي فعله هو السير على العمود الخشبي. لم يكن بهذه السهولة. حسناً، أنا متأكد أنني أستطيع فعلها. خطوة كبيرة. أوبس، كم هذا محرج. إنه لطيف، يا له من لون. أحتاج إلى الخروج بسرعة وتغيير ملابسي. هاي، نجحت. لقد نجحت يا أليكس، ابتهج. الآن حان دوري، علي أن أمشي ببطء شديد لأحافظ على توازني. الوضع غير مستقر هنا، أنا أسقط. لا، واو، يبدو أنني نجحت لكن عن طريق الزحف فقط. كم هذا مخيف. أنا خائفة من النظر فقط. سأنتقل هكذا وأنا جالسة. مبروك يا فيتا. حسناً، كيف سأتجاوز ذلك؟ فكرة، أحتاج إلى وضع الكعب على حذائي. ماذا تفعل؟ الآن هذه أحذية بكعب رفيع وحاد، بالتأكيد لا أستطيع السقوط معها. أوهو، نعم، ميلا تقوم بعمل رائع. بقيت خطوة أخرى. نعم، فعلتها. ليلي، أنت الآن. فكرة، لدي دبابيس. صحيح أنها مخصصة للشعر، ولكن إذا قمت بلصقها بهذه الطريقة مع أحذية الباليه المسطحة ستكون تماماً مثل ميلا. الآن أنا جاهزة لإجراء الاختبار.
نجحت. ليلي كوني حذرة. أو نو. انتهيت، نجح. أين نحن؟ يبدو أنه الاختبار التالي. وماذا يجب أن نفعل؟ لا أعرف. أوه، تقريباً على الهدف. هذا مرعب، ساعدوني. اهدأوا يا أصدقاء، سأتعامل مع هذه الكرات. انظروا كيف يجب تفاديها وخذوني كمثال. فيتا، هل يمكنك أن تكوني حذرة؟ أنا لا أرى أي شيء. أين نظراتي؟ أنا أعرف، إنه وقت الرقص. مع هذه الوضعيات والمرونة لن تضربني أي كرة. ماذا علي أن أفعل؟ أنا أراوغ بقدر ما أستطيع. أنت جيدة يا ميلا. لا تتملق يا أليكس. آها، لدي فكرة رائعة. أليكس تعال إلى هنا لحظة. نجح. أوه، إنهم الصبيان. إلى اليمين. عمل عظيم. وها هي نظرتي. أخيراً حان الوقت. ماذا؟ ليس عليكم أي بقعة، ولكني مغطى بالطلاء. رهيب. لقد لطخت بالفعل. لماذا المزيد؟ أنا الآن أزرق كلياً. نعم، لن أغتسل أبداً من هذا. انظروا، أليكس خرج أيضاً. كابوس. يبدو وكأنها جولة جديدة. مقرف، هذا مرعب. إنها تتحرك. بالطبع إنها يرقات الدود، لكن للفوز أحتاج إلى أكلها كلها حتى النهاية، وأنا جاهزة. إذا ليلي تمكنت من ذلك يمكنني أيضا. نظرة حاسمة وموقف جاد. وهي وصفتي للنصر. الشيء الرئيسي هو عدم التوقف. سأتخيل أنني آكل نسكويك وليس يرقات الدود. حسناً، سأفعل ذلك. يا له من قرف. لا، أنا أكره الحشرات، هم مقرفون. لا أصدق أنني أفعل ذلك. في توليلي على وشك الانتهاء. يجب القيام بشيء ما، وأنا أعرف ماذا. يا له من شعور، شيء يدغدغ ظهري. أرقصي أرقصي فيتا، سرعاً ما ستجدين يرقات لذيذة قد أضيفت إلى طبقك. مستحيل، لقد أكلت كل شيء. ميلا، لن تكوني بخير الآن. إنه الوقت، في الوقت المناسب. ماذا؟ لدي أكثر شيء. لا، لا أريد الخسارة. ساعدوني، أريد أن أكمل الاختبار. أليس هذا كل شيء؟ يبدو أنه لا. وأعتقد أنني أعرف ماذا سيحدث الآن. مبارزة. لن أخسر من أجل أي شيء. تأكد يا ميلا، هذا لك. يا لها من ضربة عظيمة. تصبحي على خير ليلي، أنا ربحت. هاي، ليس بهذه السرعة. لا تفرحي مبكرا ميلا، يجب أن تصل هذه المعركة إلى مستوى جديد من الكاراتيه. هجوم بسهولة، وليفوز الأقوى. خذي هذا. حسنا ليلي، لا يمكنك ضربي وعينيك مغمضتين. استعدي للضربة. يبدو أنها النهاية. أنقذوني. لقد ربحت، لا أصدق. وهي جائزتك. جائزتي؟ أعطني بسرعة. الآن يمكنني أخيرا شراء هذا الفستان. تفضلي المال وأعطيني الفستان. لحظة، تفضلي. إنه يناسبك جيداً، قياسك تماماً. لقد حلمت به طوال حياتي.